الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، مرحبا بكم. قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري إن الإيرادات غير النفطية لا تبلغ سوى أقل من 8% من موازنة العراق، وأضاف الجبوري أن على وزارة المالية اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة الإيرادات النفطية، مشيرا إلى أن 90% من فواتير المصارف الأهلية مزورة، مؤكدا الحاجة إلى تفعيل الأتمتة للسيطرة على هذا الفساد. وأوضح الجبوري أن مشكلة العراق تكمن في عدم وجود استراتيجية صحيحة لإدارة ملف الاقتصاد، فكلما ارتفعت الإيرادات النفطية زادت نسبة النفقات. في سياق محاولات إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع السياحي في كردستان العراق، أعلنت السلطات المحلية عن تسهيلات في سداد الديون المتراكمة على الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية. وأضافت سلطات كردستان العراق أن المنشآت السياحية يمكن دفعها على شكل أقساط، كما يمكن للمواطنين بعد تحديد القسط أن يلتزموا بدفع أقساطهم شهريا، ويمكنهم سدادها في غضون 12 شهرا، مشيرة إلى أن الذين يسددون ديونهم دفعة واحدة سيستفيدون بخصم نسبته 15%. دعت عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية السابقة ندى شاكري إلى توزيع مفردات البطاقة التموينية وإضافة مواد غنية أخرى لتقليل نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية. وقالت شاكري إن أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية شهدت ارتفاعا كبيرا زاد من الأعباء على كاهل ذوي الدخل المحدود في ظل تلاعب بعض التجار بالأسعار. وشددت شاكر على أهمية إرسال وزارة التجارة الحصة بشكل منتظم، ويجب أن يكون وفق آلية صحيحة ومرتبة، وبالتالي يخف العبء على المواطن وما سببه خفض قيمة الدينار. كشفت وثيقة رسمية عن طلب نيابي لاستضافة وزير النقل بشأن احتمالية إخراج الطيران العراقي من نطاق الطيران العالمي. وأوضحت الوثيقة أن استضافة وزير النقل جاءت بخصوص عقد الحجز الإلكتروني وفق نظام BSS مع شركة أماديوس الإسبانية، بعد الإنذار الموجه إليها بالإغلاق التام من شركة سيتا المتعاقد معها لغاية 28 من الشهر الجاري، حيث تصبح بعدها شركة الخطوط الجوية العراقية خارج نطاق الطيران العالمي. هذا وشهد مطار بغداد الدولي يوم الخميس حالة من الفوضى بعد اعتصام وإضراب نفذته طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية بعد اتهامات بتسبب الفساد في هدر ملايين الدولارات، حيث بلغت ديون على الشركة زهاء 63 مليون دولار في السنة. قفزت أسعار النفط قرابة 3% يوم الجمعة، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف الإمدادات العالمية، فيما تستعد الأسواق للتأثير المحتمل للعقوبات التجارية على روسيا المصدر للنفط الخام. وارتفع خام برنت القياسي بنسبة دولارين ليصل إلى 100.81 دولار للبرميل، فيما لامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى عند 95.64 دولار. هذا وتسبب الهجوم على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مع وصول سعر خام برنت إلى 105 دولارات قبل تقليص المكاسب مع إغلاق التجارة. أما الآن فانتقال لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
ختام موجز برعاية الله.